السلام عليكم. الحقيقة ان النهاردة نادي الزمالك استطاع ان يفوز ويستقر في المركز الرابع بعيدا ومبتعدا بعدد لا بأس به من النقاط بينه وبين من ينافسه المقاولون العرب على المركز الرابع. يعني ايه؟ يعني الفوز النهاردة يكاد يكون ضمن لنادي الزمالك المشاركة في افريقيا ايا كان هي بقى افريقيا. هيقدر يفاجئنا ويفوز في المباريات اللي جايه كلها، وبيراميدز يتأثر ويخسر وفيوتشر يتأثر وزاكي في المركز الثاني، الله اعلم. لكن في اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي، الزمالك ضمن التواجد في افريقيا سواء كونفدراليه او سواء في دوري الابطال. هيقدر يعمل ايه بقى؟ هنشوفه في افريقيا. خلاص وصل افريقيا، هيعمل ايه بعد كده؟ دي حاجه بتاعت ربنا. طيب ده ياخدنا لايه؟ ياخدنا لمباراة النهاردة. الحقيقة مباراة النهاردة فيها مجموعة من المشاكل الغير مسبوقة، لا غير مسبوقة يا جدع، دي بتطلع كل مرة. لكن أهم هذه المشاكل من وجهة نظري في هذه المباراة هي الروح. الروح، بنلعب مباراة بليدة، بنلعب مباراة تدريبية. صحيح فاز الزمالك بعد ما حس إنه يقدر يفوز بالهدف اللي جابه حسام عبد المجيد في الدقيقة 88، لكن دي تقريبا الهجمة التالتة مثلا في المباراة، او الفرصة التالتة اللي جت جون وبعديها كرة نضاي. لكن مجمل المباراة هي مباراة بليدة من لعيبة بليدة، مستوى بليد فني غير عادي. والغريب والمريب في الموضوع ان في لعيبة في الزمالك تقدر تعمل حاجة، ممكن تساعد، ممكن تبني، زي ما بيحصل بالظبط دلوقتي بمصطفى بأخونا مصطفى شلبي. طيب يعني ايه؟ هحكي لكم، خد مني واستنى كده معايا. الزمالك عنده مين؟ عنده محمد صبحي، وانا بعتبره من العناصر الأساسية اكتر من محمد عواد، وبالتالي هو بيأدي أداء جيد. ادي واحد. عنده مين في خط الدفاع؟ مفيش. عنده مين في خط الوسط؟ مفيش. يمكن النهاردة ظهر أحمد فتوح رغم أنه هذا ليس مركزه، بأداء رائع ليه، لأن أحمد مخه كورة، يقدر ولا قلت لكم كده ما يقدر تشتغل معاه الراجل بأدوار مركبة، فيقدر يبقى في خط الوسط ويرجع يدافع ويقدر يطلع لقدام، عنده كورة فيقدر يفهم الراجل عايز ايه. فالنهاردة الحقيقة لو أنا لازم أوجه الشكر لحد، أوجه الشكر لأحمد فتوح، أقول له ألف شكر يا فتوح. ليه؟ لأن أحمد فتوح عمل اللي المفروض كل لعيبة الزمالك تلعبه، روح ومهارة واجتهاد. هو ده اللي الراجل عمله. غايب بقاله أكتر من شهر ولكن رجع وكأنه بيلعب بقاله 100 يوم. هي دي الفكرة، الرغبة، الروح، مش البلادة. أحمد دونجا بليد، لاعب بليد، رؤب لاعب بليد، تمام؟ وعد بقى يعني. فانت محتاج لعيبة من اللي موجودين دول يبقى عندهم نحررة شوية ورغبة في النتيجة الجيدة، زي احمد فتوح. حتى لما نزل شيكابالا بالنسبة لي كنت متصاب شو التاني ممكن يبقى احسن. في كور تحس انه شيكابالا عاوز يعمل بس مش قادر، انت عارف العقل مش ماشي مع قوة الجسم. خلاص في كرة كان يقدر يخطفها لو شيكابالا في عصره، يا بقى كانت اتوقفت على الصدر وازاي اتلمت كده في كده في جون على طول. وفي كرة تانية برضو يقدر يجيبها جون. شيكابالا كبر، ما اقدرش يعني اقول حاجة اكتر من كده، وانه يلعب اوقات بس المباراة تبقى مفتوحة اكتر وما يبقاش فيها التنشنة دي او البلادة دي. لكن الحقيقة اللي انا بقى مستغربه تماما، خدوا معايا في الخواطر بتاعتي دي، اللي انا مستغربه قوي 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 هو احمد سيد زيزو. احمد ما كانش كده، كان حماسي وهو مستوى ثابت حتى لو الناس كلها وحشة. وبالمناسبة في لعيبة يسحبوك وياخدوك من ايديهم كده يخلوك في تفوز، يساعدوك في ان انت تحسن من نفسك. المفروض زيزو كان يقوم بالدور ده، ورغم انه طبعا في فتوح راح منه في
كإصابات وإمام عاشور خد بعضه وسافر، لكن برضه كنت تقدر كقاطرة تزق اللعيبة دي كلها وتحرك، لأن سيف الجزيري ممكن تديله كرة يعدي منها ويجيب جون، وممكن تتعامل مع عرضية لنصر منسي ويجيب جون. فالحقيقة لو أنا بتكلم على إن الزمالك في المركز الرابع كان ممكن يبقى في المركز الثاني مش في الرابع، لو أحمد زيزو مستواه ثابت بيجيب بيشوط من بره ويجيب اهداف ويتعامل مع كره مش هو زيزو. انا عارف ان الفريق كله داون، كله واقع على الارض، كله على ركبه او في الوضع جالسا زي ما جوسيريو بيشتغل دلوقتي قاعد على ركبه ونص ركبه. فلكن زيزو الامانه كان يجب ان يتحمل المسؤوليه اكتر من كده، لان زيزو هو اللي كان يتبني عليه فريق، حتى واللعيبة دي مش يعني ما بتأديش أفضل أداء، لكن كان يقدر هو يبقى في الجزء الهجومي يشتغل ويؤدي لنزاك، مثلا يفوز 2-1، يفوز 3-2، يفوز 1-0 بالعافية، لكن هو ما عملش ده، ودي مشكلة كبيرة جدا. أرجو من زيزو إنه ياخد باله منها، اللي جاي حتى واللعيبة مش في كامل المستوى لازم أنت تكون كامل المستوى. هتقول لي يا شدة ظلم لزيزو، يعني يعمل إيه؟ يعمل اللاعب الكبير، يعمل كقائد في الملعب، يعمل انه ينحرر يحرج زملائه بالاداء والمحاوله والرغبه والجول والاحراج، ويجري ويشوط ويعمل ويمرر ويزعق، مش كده خالص. انا بقول لك حاله البلاده يعني ايه بتعدي، البلاده بتعدي. فالنهارده بقى اوسيريو، وانا قلت لكم ان مصيره يتوقف على هذه المباراه، والتعادل كان هيمشي اوسيريو خلاص، لكن راس نضاي وراس حسام عبد المجيد انقذوا اوسيريو من الرحيل، انقذوه. لكن مباراه الاتحاد مباراه صعبه ليوم 5، مش هقول ان هي دي اللي هاثر بقى، لا اعتقد ان اوسيريو مكمل خلاص لنهايه الموسم، لان مفيش وقت، وهو هيقول لك انا عندي فرصه بعد مباراه الاتحاد 20 يوم ان انا اقدر اغير في اللعيبه وادربهم واوجههم ومش عارف ايه، الله اعلم هيقدر اساسا ولا لا، واللعيبه عايزه ولا لا، والظروف في نادي الزمالك تسمح ولا ما تسمحش. الحقيقه انه في قصص كتيره جدا تاخدها وتوديها في نادي الزمالك، لكن انا عاوز اقول حاجه مهمه من وجهه نظري، يعني انه اوسيريو عمل شكل للزمالك بفتوح في هذه المباراه. ليه؟ اول ما بقى عنده كواليتي يقدر يعمل حاجه هو بيفكر فيها، الشكل بتحسن، ما اقولش انه افضل حاجه، فما بالك بقى لو عنده خط وسط حقيقي، عنده امكانيات وعنده عقليه كرويه وبتفهم، اعتقد ان ممكن يتحسن الزمالك مستواه جدا، بالاضافه طبعا يبقى عنده 2 مهاجمين على اعلى مستوى، بالاضافه للاجنحه اللي تشتغل سواء نضاي او زيزو او اخونا مصطفى شلبي. طب هو الزمالك باللي بيحصل ده ايه؟ ازاي باللي بيحصل ده والنتيجه دي بيتكون عند الاداره بتاعت الكوره في الزمالك الشكل النهائي للفريق في الموسم الجديد والمراكز المطلوب والمرغوب في تدعيمها؟ لا شك وانت مغمض انت محتاج ما بين 3 لعيبه لاربع لعيبه في خط الوسط. ترجع بقى علاء طارق علاء ولا اسمه ايه بتاع البنك الاهلي الشاب بتاع الزمالك، او تجيب محمود حماده او غيرهم، او محمد شحاته لاعب الطلائع لاعب منتخب الاولمبي ده لاعب كويس، وبرضه لو الطلائع استمر في المستوى السيء ده هينزل درجه تانية، ومن ثم تقدر تاخد منه لعيبه، وحد زي محمد شحاته ده تعرف شاب صغير منتخب اولمبي يتطور معاك وهو عنده حاجه ويقدر يعمل حاجه كويسه. تمام حلو قوي. مصطفى شلبي بقاله حوالي 4 أو 5 مباريات مستواه متميز وله دور اساسي ورئيسي في المباريات اللي الزمالك بيفوز فيها، بيكون مصطفى شلبي له دور بامانه، وان مستواه تحسن تحت قياده اوسيريو كثيرا، وهو الوحيد اللي يبدو انه استفاد من اوسيريو، او ان دماغه وعقله خلاص تأقلمت مع الظروف وبدا يعرف هو عاوز ايه، فبيتحسن مستواه بالشكل اللي احنا شايفينه. فالحقيقه ان مصطفى شلبي بيأدي اداء رائع الفتره اللي فاتت دي وبيتحسن، وبعتبره افضل لاعب في الزمالك في اخر 5 مباريات او 5 مباريات، لكن يعيبه حاجه واحده انه ساعات بيتمشى في الملعب،
في اوقات كده بيتمشى، المفروض يغير من العادة دي والطريقة دي. مهم جدا جدا ان هو يغير من هذه العادة، عادة انه بيتمشى في الملعب. في اوقات كده اما الكرة بتكون في الدفاع بيبقى فيه، يعني في كرة النهاردة شفتها لمحمد صبحي عاوز يلعبها لحد وهو بيرمي على محمد مصطفى شلبي او زيزو، والحقيقة ان مصطفى شلبي بيتمشى واقف وزيزو مش في المكان الوضع المظبوط، فالراجل تناه لغاية ما اخواتنا بتوع الطلاع رجعوا وهو ماشي الكرة ومشيت الكرة. لكن مصطفى شلبي للأمانة عشان ما نضحكش على بعض بيأدي أداء، إنك تكرر الأداء ده على طول بهذا الشكل على طول وبهذه القوة بشكل دائم وتحسن من مستواك أكتر وأكتر في اللي جاي، خصوصا إنك داخل على بطولة مهمة، بطولة العرب، ومهم إن إحنا كمان نختم الدوري بشكل كويس، ونتمنى إن دايما يبقى الزمالك في أفضل حال. طيب ده ياخدني لإيه؟ ياخدني حاجة بعيدة عن الكرة بقى، وهي قضايا مرتضى منصور. كل اسبوع دلوقتي وقلت لكم شهر 6 شهر مهم، عنده بقى قضيه في قضيه في قضيه، 3 4 قواضي ما بين حكم وما بين وما بين وما بين، وهي قضايا مستمره. وصحيح النهارده هو خد قرار حكم بالحبس 3 شهور، ودي قضيه حكم ابتدائي بيبقى يدفع 10,000 جنيه غرامه فيوقف التنفيذ لحل الاستئناف، والاستئناف بقى ممكن يلغي القضيه كلها او يأيدها فيروح يستنى النقض يحكم فيها زي الحكم بتاع الشهر بالظبط. ومن ثم الزمالك هيتنيه في الظرف اللي احنا شايفينه ده فتره، وكمان القضايا مش بتقف كل شويه. يعني محمد عثمان قال لك ان يوم 18/6 في قضيه، ده غير القضيه اللي هي بتاعه الاعتداء على موظفين عموميين دي اللي برضو بعيدا عن الاهلي، يعني مجموعه قواضي كتير جدا. الحقيقه انه مرتضى منصور مش عارف يبقى فاضي لايه ولا لايه، هو حاكم نادي الزمالك، ما قلتش انه رئيس نادي الزمالك، ولم يعد رئيس لنادي الزمالك، ولكنه يحكم نادي الزمالك بقبضة حديدية، ولا يجرؤ واحد في نادي الزمالك انه يخالف وجهة نظر او يخالف قرار عمله مرتضى منصور في الاول او في الاخر، ولا يجرؤ ولا يوجد انسان في وجه على يمشي على ارض نادي الزمالك في 100 عقبة ويقدر ويملك انه يغير كلمة او قرار مرتضى منصور واخده، وان اي حاجة بيرجعوا له. فانا مش فاهم عنده كل الوقت ده انه بقى قضايا وما بين الزمالك ومشاكله و و و والتفاصيل دي كلها، لكن الحقيقه ان قضايا مرتضى منصور محتاجه وقفه، محتاج هو يقف مع نفسه ويقرر هيعمل ايه، يركز في القضايا عشان لما يرجع الزمالك يبقى رجع صافي معافى، ولا يركز في الزمالك وينسى القضايا فالقضايا دي تقوم ورطاه في سجن اخر. ما دي مشكله، لازم مفيش صاحب بالين، يا ايه صاحب بالين، مفيش حد بيلعب على 18 جبهة وبيعمل 19 حاجة، مفيش حاجة اسمها انا بحب اختلف مع 7 و8 في وقت واحد، مفيش حاجة بتقول كده، المنطق ما بيقولش كده، والحياة ما بتقولش كده، والظروف ما بتقولش كده، لانه في خسائر بتحصل. يعني خسارة محامي كبير وصاحب اسم رنان في المحامين المصريين مرتضى منصور، وبيخسر قضايا وبيتسجن هو شخصيا وبياخد قرار بحبس، فده محامي كبير وعنده مشاكل زي كده. فما بالك بقى ان يبقى نادي الزمالك عنده مشاكل كتيره وموضوعات كتيره ومحتاجه انك تبقى منتبه تماما، وبتسمى يا اما هو يسيب ويسيب الحركه للناس في الزمالك يشتغلوا ويمكن يبدعوا ويعملوا حاجه، او ينسحب انا ما اعرفش، او لانه لازم يحل مشاكل القضايا دي عشان اما زي ما الوزير قال اللي انا قلته، على فكره الوزير قال اللي انا قلته، انا قلت لكم انه قعدوا معاه وبلغوا المستشار مرتضى انك هترجع في الانتخابات اللي جايه على طول، وان مفيش لا مانع، وان لا مانع قانونا من دخولك. وطلع وزير الشاورة طلع بلسانه وقال الكلام ده، عشان تعرفوا لما بقول لكم حاجه ببقى عارف انا بقول ايه، وعشان كده بقول ان المستشار مرتضى خلاص الشهرين ثلاثة دول خلص القضايا وحلها كلها، وحل كل مشاكلك فيها، وسيب الزمالك يدور نفسه دلوقتي والمسؤولين اللي فيه يشتغلوا دون خوف منك ودون العودة من ليك، ودون ان هم المسؤولين هيزعلوا ولا لا، مش عارف الهاجس دوت محتاج هم يتحرروا منه. وانت بص لي دي نصيحة ابن، يعني بص لي موضعك القانوني ده وانهي بقى وخلص الحكاية، عشان لما تبقى تدخل الانتخابات في شهر 8
بعد فتح 13 في شهر 7 تكون انهيت المشاكل القانونيه دي كلها وخلصتها. دي وجهه نظر، والله اعلى واعلم. ما نشوف الزمالك يعني وقضايا مرتضى منصور هتاخدنا لغايه فين. السلام عليكم.